بسم الله نبدأ باب النداء. طبعا عندنا حروف النداء وهي طبعا ياء طبعا ينادى بها، وأي والهمزة وهيا إلى آخره، وهذه طبعا أشهرهم، أشهر أحرف النداء هي ياء، وبعدها مباشرة ماذا؟ الهمزة. طبعا وفي الغالب أن ياء ننادي بها للبعيد، يا أحمد، أما القريب مثلا نقول أمحمد هكذا. طيب لا ننسى، عندما نجد حرف نداء نعرف أن ما بعده مباشرة هو المنادى، هو ماذا؟ المنادى. طيب ودرسنا اليوم عن ماذا؟ عن المنادى الذي يأتي بعد ماذا؟ بعد حرف النداء. طيب هنا المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والمشبه بالمضاف أو نسميه الشبيه بالمضاف. طيب فأما المفرد والعلم فهما مبنيان على ماذا؟ على الضم. وأما الثلاثة فهي ماذا؟ منصوبة، يعني معربة منصوبة. بمعنى يعني مثلا لو قلنا إعراب المنادى، إعراب المنادى مبني وماذا؟ ومعرب، معرب يعني منصوب، ونقصد أنه مبني يعني مبني في محل نصب، مبني ماذا؟ مبني في محل نصب. طيب هنا مبني على ما يرفع به، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو الكلمة ترفع بالضمة فهو مبني على الضمة، ولو هي ترفع بالألف كالمثنى فهي تبني على الألف، ولو هي ترفع بالواو فهي تبني على ماذا؟ على الواو. طيب هنا يبنى طبعا نوعان من أنواع النداء، وهو ماذا؟ المفرد العلم والنكرة المقصودة. المفرد ماذا؟ العلم. وماذا؟ والنكرة المقصودة، يعني النكرة ماذا؟ المقصودة. والمعرب، معرب يعني ماذا؟ منصوب، منصوب يعني طبعا هو ليس مبني، هنا مبني وهنا منصوب. طيب والمعرب منه النكرة ولكن هنا غير المقصودة، النكرة غير المقصود، والمضاف وماذا؟ والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف. طيب المفرد العام، نقصد المفرد يعني اسم شخص مثل زيد، محمد، أحمد إلى آخره. يعني مثلا عندما أقول مثلا يا زيد، انظروا انا قلت يا زيد بالضم وليس بالتنوين، لماذا؟ لانه مبني، لان البناء لا المبني لا ينون. اذا هنا يا زيد نقول ماذا؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، لاننا قلنا ان المنادى ان مبني يبنى على ما يرفع به، فلو الاسم يرفع بالضم اذا يبنى على الضم. طب مثلا انا قلت يا زيداء، إذن هنا منادى مبني على الألف في محل نصب. طيب لو قلت مثلا يا زيدو، إذن هنا منادى مبني على الواو في محل نصب. إذن وهنا قلنا أن نقصد بالعلم يعني اسم مثلا اسم الإنسان أو اسم شخص أو اسم مكان أيضا، يعني اسمك ممكن أقول يا مصر، إذن مبني على الضم أيضا. طيب والنكرة المقصودة يعني شخص أنا أقصده، يعني مثلا أقول مثلا يا طالب، هنا يا طالب، إذن هنا نكرة مقصودة مثلا أصمت، أو مثلا يا طالبان، لأن كلمة طالب هي نكرة. طيب هنا يا طالب، طب ما معنى مقصودة؟ يعني أنا أقصد طالب بعيني، يعني أقصد طالب هذا الطالب، يعني أقول له مثلا يا طالب هكذا. إذن هنا
إذن هنا أقول يا طالب أو يا طالبان. نلاحظ هنا انظروا مبني على الضم، إذن نقول منادى مبني على الضم في محل نصب. إذن هنا مبني على الضم أو على الألف أو على الواو في محل ماذا؟ نصب. أو أقول مثلا يا طالبات أو يا مسلمات هكذا، يا مس، سأقول هنا يا مسلمات. لماذا مسلمات؟ لأن جمع المؤنث السالم يرفع بالضم، فعند البناء يبنى على ماذا؟ على الضم، لأننا قلنا يبنى على ما يرفع ماذا؟ على ما يرفع به. فأقول هنا يا مسلمات، وهنا يا طالبان، أو هنا يا طالب. إذن هنا لو كانت ماذا؟ النكرة مقصودة. طيب أما لو كانت النكرة غير مقصودة، نفس هذه الأمثلة بالضبط ولكن هنا بالنصب، إذن ينصب. هنا النكرة غير، ما معنى غير مقصودة؟ يعني أنا أقول مثلا يا طالبا، يعني ترجع إلى نيتي أو مقصدي، أنا أقصد أي طالب. يعني مثلا يوجد في الفصل طلاب مثلا، أنا أقول أي طالب، يا طالبا أي طالب. إذن معنى ذلك إذا أنا لا أقصد طالبا بعينه أقول يا طالبا بالنصب هكذا أصمت، أو يا طالبين، أو يا مسلمات. إذن معنى ذلك يا طالبا منادى منصوب علامة نصب الفتحة، ويا طالبين منادى منصوب علامة نصبه الياء لأنه مثنى، يا مسلمات منادى منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، أنه جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث مؤنث السالم ينصب ماذا؟ بالكسرة. إذن هنا ماذا؟ نكرة غير مقصودة. طب هنا إذا سأل سائل كيف نعرف النكرة المقصودة من النكرة غير المقصودة؟ هذا يرجع إليك أنت. فلو أردت طالبا بعيني تقصد تقول يا طالب، ولو أنت تقصد لا تقصد طالب بعيني تقول ماذا؟ يا طالبا. كذلك إذا يوجد شخص أعمى لا يرى، فهو ماذا يريد؟ شخص يساعد، سيقول ماذا سيقول؟ هل سيقول يا رجل أم يا رجلا؟ لا، سيقول يا رجلا. لماذا؟ لأنه لا يقصد شخص بعينه، يريد أي شخص يساعده يقول يا رجلا هكذا. طيب هنا بعد ذلك المنادى المضاف، المنادى المضاف لكي نفرق بين المنادى المضاف والشبيه المضاف. المنادى المضاف عندما نجد المنادى نفسه يكون نكرة زائد ماذا؟ اسم مجرور. هذا الاسم مجرور طبعا يعرف مضاف إليه، زائد ماذا؟ اسم مجرور، وهذا الاسم يعرف مضاف إليه. طيب أو بطريقة أسهل انظروا، نكرة بدون تنوين، بدون ماذا؟ بدون تنوين، زائد طبعا مضاف إليه أو اسم معرفة، بعدها اسم معرفة. يعني مثلا انظروا أقول يا طالب العلم، إذن هنا طالب منادى منصوب علامة نصبه الفتحة. طب إذا سأل سائل لأين التنوين؟ لأن التنوين حذف للإضافة، لأن العلم هنا تعرب العلم المضاف إليه. إذا نلاحظ نكرة بدون تنوين، بعد هذه النكرة ماذا؟ اسم مجرور، وطبعا هذا الاسم مضاف إليه. أقول مثلا يا أهل العلم، إذا أهل منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، العلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره ماذا؟ وعلامة جره الكسرة. طيب أما الشبيه بالمضاف يكون اسما مشتق. ما معنى اسم مشتق؟ يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة إلى آخره. إذن هنا لذلك إذن المنادى الشبيه بالمضاف يكون ماذا؟ اسم مشتق منون، اسم مشتق ماذا؟ منون. وهذا الاسم يكون بعده اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور. انظروا مثلا اذا هنا اهو، اذا المنادى، اذا سنجد اسم مشتق، اسم ماذا؟
مشتق. هذا الاسم المشتق بعده جر ومجرور، ممكن أن يكون بعده جر ومجرور، أو يكون بعده اسم منصوب يعني مفعول به، أو يكون بعده ماذا؟ اسم مرفوع كفاعل مثلا. بمعنى يعني مثلا إذا أنا قلت يا طالبا للعلم، طبعا طالب على وزن فاعل، إذن اسم مشتق منون، طالبا منون، بعده ماذا؟ جر ومجرور. أو اسم مشتق بعده اسم منصوب، يعني مثلا أقول يا طالعا، طالع اسم فاعل على وزن فاعل، يا طالعا جبلا بعده اسم منصوب، وجبلا مفعول به لاسم الفاعل، وسنعرف هذا يعني فيما بعد. أو يكون بعده اسم مرفوع، أقول مثلا يا حسنا خلقه، أو يا كريما خلقه، كوه منون، عفوا مرفوع. إذن هنا نلاحظ أن المنادى الشبيه بالمضاف يكون اسما مشتقا منون، اسم مشتق منون بعده جر ومجرور، أو اسم منصوب أو اسم مرفوع. أما في النكرة المقصودة ممكن نجد أي شيء لمشكلة، ممكن اسم منون إلى آخره، أو اسم مشتق ولكنه نكرة، ولكن سنجد بعده فعل في الغالب. يعني مثلا يا طالبا أصمت، يا طالبا اكتب كالواجب مثلا، أو هنا يا طالبا أصمت، يا طالبا اكتب، يا طالبا اخرج إلى آخره. سنجد بعد في النكرة المقصودة أو غير المقصودة نجد بعده مباشرة فعل أمر في الغالب يعني. أما طبعا المنادى المضاف سنجد منادى بدون تنوين، يعني اسم نكرة بعده ماذا؟ مضاف إليه مجرور. أما في الشبيه بالمضاف اسم مشتق، اسم يعني اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبه، اسم مشتق. هذا الاسم إما أن يكون بعده جار ومجرور، أو يكون بعده اسما مرفوعا، أو يكون بعده اسما ماذا؟ اسما منصوبا.